بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى بركة الله نبدأ المحاضرة الأولى الخاصة بمادة الاتصالات والمعدل طلبة الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم علوم الحاسبات المرحلة الرابعة الدراسات الصباحية. راجين طلبتنا الأعزاء الاستفادة منها قدر المستطاع، وهي أسئلة وتعليقات حول المحاضرة بالإمكان إرسالها على قناة اليوتيوب الخاصة بي باسم أحمد عثمان خلف، وكذلك من خلال الجوجل كلاس روم باسم أحمد عثمان خلف، والكود الخاص بالدخول راح أكتبه أسفل اليوتيوب. وعلى بركة الله نبدأ. المحاضرة الأولى راح تكون معلومات عامة عن الداتا كوميونيكيشنز. راح نبدأ بتعريف النتورك. النتورك يقول is two or more devices connected through links، يعني الشبكة مالتي أصغر شبكة راح تكون هي مكونة من جهازين مرتبطات مع بعضهم بلينك معين. هذا اللينك طبعا بعدين راح ناخذ بالتفصيل، يا أما يكون لينك كيبل وبأنواع عدة أنواع من الكيبلز، أو احتمال يكون اللينك هو مو كيبل يكون وايرلس مثل شبكات الواي فاي وغيره، راح ناخذها بعدين بالتفصيل. يقول when we communicate we are sharing information، إذا احنا من نسوي اتصال اهم شيء عندنا ليش نسوي اتصال هو لتبادل المعلومات sharing information. يقول this sharing can be local or remote، هذا sharing من الممكن ان يكون محلي ومن الممكن يكون remote اي عن بعد. Local communication usually occurs face to face. إذن local communication يقول دائما يحدث ووجه لوجه face to face، بينما remote communication take place over distance، يعني راح يكون عبر مسافات معينة إذا كانت مسافات طويلة بعيدة أو مسافات قصيرة. The term telecommunication، إيش نقصد بالtelecommunication؟ نقصد بالتليفوني telegraphy and television، واللي نعني به هو communication at a distance أي الاتصال عبر مسافات معينة. The data communications are the exchange of data between two devices. إذن الداتا كوميونيكيشن من نقول داتا كوميونيكيشن أقصد بها هي عملية تبادل المعلومات أو البيانات بين جهازين، من خلال شنو؟ من خلال شكل من أشكال ترانسميشن ميديوم وسائط النقل، مثل إيش؟ مثل واير كيبل وبأنواعها مثل ما قلنا بعدين نأخذها، أو جهاز يكون بدون واير أي وايرلس. For data communications to occur، حتى يصير عندي اتصال وتبادل بيانات، the communicating devices must be part of a communication system. إذن حتى يصير عندي تبادل بيانات، هذني الأجهزة اللي يريدها تتصل لازم تكون ضمن communication system، لازم تكون ضمن نظام اتصالات. هذا النظام الاتصالات راح يكون مكون من مجموعة من الهاردوير ومجموعة من السوفتوير. هاردوير مثل ما نعرف احنا هي الفيزيكال اكويبمنتس، اي فيزيكال اكويبمنتس انا اطلق عليها اسم هاردوير، ومجموعه ثانيه اللي هي البروجرامز او السوفتوير. النتورك كمبيوتر ديفايسز ذات اورجنايت راوت اند تيرمينيت ذا داتا ار كولد نتورك نودز. اذا النتورك كمبيوتر ديفايسز اللي هي تنظم لي وتوجه لي وتنهي لي اتصال البيانات، ايش اسميها؟ اسميها نتورك نودز، عقد النتورك، عقد الشبكة. هاي العقد من شنو تتكون؟ جائز تكون هي عبارة عن هوست مضيفات، جائز تكون هوست مثلا شنو؟ مثلا بيرسونال كمبيوترز، مثلا فونز، سيرفرز، او جائز تكون شنو؟ نتوركينج هاردوير، يعني اي جهاز هاردوير موجود ضمن الشبكة انا اطلق عليه كلمة node. يقول two such devices are said to be networked together when one device is able to exchange information with the other device whether
or not they have a direct connection to each other. إذن هنا يقول two such devices are said to be networked together. أي جهازين أقدر أقول عليهم هم مرتبطات بشبكة معًا إذا واحد من عندهم من هذين الأجهزة هو قادر على تبادل المعلومات مع الجهاز الآخر، بغض النظر إذا كان هناك اتصال مباشر بيناتهم أو الاتصال كان غير مباشر. نرجع نقول computer networks support application. شو استفاد من computer networks؟ راح تدعم لي بعض التطبيقات، مثل إيش؟ مثلا الدخول إلى الورد وايد ويب أو الشبكة العنكبوتية. أقدر كذلك أشارك application، أشارك الستورج مالتي الخاص بالسيرفرز، أشارك البرينترز اللي عندي موجودة، أشارك الفاكس ماشينز إلى آخره. And use of email and instance messaging application. Computer networks differ in. يقول بشنو تختلف شبكات الكمبيوتر بشكل عام. بشكل عام هناك ثلاث اختلافات بين شبكات الكمبيوتر. الاختلاف الأول هو the physical media used to transmit their signals. إذن الاختلاف الأول هو الفيزيكال ميديا اللي راح استخدمها حتى شنو؟ حتى أرسل الإشارات الخاصة بهاي الشبكة. فيزيكال ميديا مثل إيش؟ بعدين راح نأخذها بالتفصيل. يقصد شنو اللي راح يكون مربوط بين حاسبة وأخرى. فيزيكال ميديا، الوسط الناقل الفيزيائي. رقم اثنين أو الاختلاف الثاني بين الشبكات بشكل عام هو the communication protocols to organize network traffic. إذن يا بروتوكول راح استخدم حتى ينظم لي عمل هذه الشبكة وسير البيانات بيها، همين راح يختلف من شبكة لأخرى حسب نوع البروتوكول المستخدم، وهذا هو الاختلاف الثاني. الاختلاف الثالث هو النتورك سايز، حجم النتورك مالت، هل هي لوكال، لان، هل هي وان، هل هي مان، هان، إلى آخره. التوبولوجي أي طريقة ربط هذه الشبكة وطريقة تنظيمها. نرجع إلى موضوع جديد هو متى أقول إنه هاي الشبكة مالتي هي شبكة فعالة ويعتمد عليها. The effectiveness of a data communication system depends on four fundamental characteristics. إذن هنالك أربع صفات إذا توفرت في الشبكة أقدر أقول على الشبكة مالتي إنه هي شبكة ذات اعتمادية جيدة وعالية. أول وحدة من هاي الصفات هي الدليفري، ثاني وحدة accuracy والtimelines والجدر. شوف أول وحدة الدليفري شو يقصون بيها؟ يقول the system must deliver data to the correct destination. إذن النظام، نظام الشبكة مالتي، يقول لازم يسلم الداتا إلى الشخص المعني أو الهدف المعني، إلى destination المعني الصحيح. الداتا must be received by the intended device or user and only by that device or user. إذن من أسلم البيانات لازم النظام مالتي يسلمها إلى الشخص المعني وفقط الشخص المعني. رقم اثنين هي الأكيورسي، الدقة. يقول the system must deliver the data accurately. لازم يسلم الداتا مالتي بشكل دقيق. يقول data that have been alterated and transmission and left uncorrected are unusable. إذن الداتا مالتي إذا ما سلمت بشكل صحيح بها نقص بها تأخير راح تكون هي unusable، غير قابلة للاستفادة منها. رقم ثلاثة يقول timelines. يقول the system must deliver data in a timely manner. إذن timelines حتى ما صار عندي مشكلة لازم السيستم مالتي يسلم الداتا بشكل منتظم، بشكل أوقات منتظمة. يقول data delivered late are useless. إذن الداتا اللي راح تسلم متأخر راح تكون هي ما بيها فائدة، useless. خصوصا هذا النوع مالتنا
يقول delivery is called real time transmission. يكون كلش مهم إذا أنا كنت بدأ أستخدم فد منظومة معينة من نوع real time transmission. رقم 4 الجتر. الجتر يرمز لشنو؟ يقول to the variation in the bucket arrival time. إذا أنا المعلومات ماتي راح تتقسم إلى مجموعة من الباكتس، هاي الباكتس لازم تسلم إلى صاحبها بشكل منتظم. من تسلم بشكل غير منتظم راح تكون ذات فائدة قليلة أو بدون جدوى. أوكي. نجي هسه يقول الـ Data Communication System have 5 components. كل نظام اتصالات، حتى أقول عنه نظام اتصالات متكامل وقابل للإرسال والاستلام، لازم يحتوي لي 5 components، 5 مكونات. نجيها بالسرعة. المكون الأول هو المسج، هو العنصر الرئيسي حتى أقدر أقول عندي نظام اتصالات. يعني نظام اتصالات أنا أسويه حتى أرسل به مسج معين أو داتا أو information اللي نطلق عليها كلمة مسج بشكل عام. يقول the message is the information or data to be communicated. Popular form of information إيش تضمن لي؟ أنواع المسج الرئيسية إيش تضمن؟ يا أما تكون text، يا أما تكون numbers, pictures, audio and video. المكون الثاني من نظام الشبكة مالتي هو السيندر، المرسل، الشخص أو الديفايس اللي راح يرسل. يقول the sender is the devices أو is the device that sends the data message. ما قال person، قال device، لأنه بالحقيقة دا يرسل هو الجهاز، مو أني اللي دا أرسل، الجهاز هو اللي راح يرسل عن طريقي. إذن the sender is the device that sends the data message. مثل إيش هذا الديفايس اللي يقدر يرسل؟ it can be computer أو workstation أو تليفون، handset، فيديو كاميرا، and so. الريسيفر هو الجهاز اللي راح يستلم المسج مالتي. يقول the receiver is the device that receives the message، هو اللي راح يستلم المسج. It can be a computer، a workstation، أو تليفون، handset، أو تلفزيون، and so on. المكون الرابع من النتورك سيستم هو الترانسميشن ميديوم اللي قلنا بعدين راح ناخذها بالتفصيل، الوسط الناقل. ايش راح استخدم انا يا وسط ناقل عندي بهذا السيستم؟ يقول the transmission medium is the physical path. اذا هو الفيزيكال باث باي ويتش ا مسج ترافلز، هو المسار اللي المسج مالتي راح تسافر به from sender to receiver. إذا هو المسار المسج ماتي راح يسافر به من السيندر to receiver. يقول some examples of transmission media include twisted pair، بعدين نأخذها بالتفصيل، twisted pair wire، coaxial cable، والfiber optic cable and radio waves، وبأنواعها بعدين. المكون الأخير الخامس من الشبكة اسمه بروتوكول. البروتوكول شيء جدا مهم، مثل ما قلنا كأنما هو الدستور الخاص بالشبكة، هو مجموعة من القوانين. يقول البروتوكول is a set of rules that govern data communication. إذن هو مجموعة من القوانين هي اللي تحكم الداتا كوميونيكيشنز مالتي شلون تصير وشلون تترتب. يقول it represents an agreement between the communication or the communicating devices. إذن هو مجموعة من القوانين اللي هي تمثل لي كأنما الموافقة، خلنا نقول بين ال communicating devices، هي تعطي الموافقات حتى يكون هناك ترابط وتوافق بين ال computing devices. Without a protocol two devices may be connected but not communicating. يعني شنو؟ يعني بدون بروتوكول احتمال تكون عندي two devices مربوطة بشكل كامل كأنها شبكة،
أطلق عليها إنه هاي الشبكة connected مربوطة لكن not communicating، يعني ما بيناتهن اتصال فقط مربوطة. هذه هي المكونات الخمسة للشبكة مات. لحد هنا إن شاء الله تنتهي المحاضرة الأولى، أرجو أن تكونوا قد استفادتوا من عدها. أي تعليقات عندكم، أي أسئلة عندكم، تقدرون تكتبوا لي يا أما بالتعليقات يا أما تراسلوني عن طريق الجوجل كلاس روم اللي راح أترك الوصف مالته أسفل الفيديو. شكرا جزيلا.